بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في ندوة النهاردة هنستعيد مع بعض ذكريات حرب اكتوبر 73. الحرب دي هي اللي اعادت لمصر العزة والكرامة اللي انور السادات قال عليها زمان، قال سوف يجيء اليوم الذي نجلس فيه لنقص ونروي كيف حمل كل منا امانته وادى رسالته خير ما يكون الاداء، وكيف خرج الابطال من هذا الشعب وهذه الامه يحملون لامتهم مشاعر النور ليضيء لها الطريق ويعبروا بها من الياس الى الرجاء. الحقيقه حرب اكتوبر 73 دي اذا كنا احنا النهارده بنفتكرها مش بنفتكرها علشان نحكي ونتحاكى، لا، بنفتكرها علشان نستنفر الإرادة والعزيمة وإرادة الشعب المصري. إذا أراد شيئا فهو يصنع المستحيل. العملية اللي حصلت في سينا دي موجهة لزعزعة ثقة الشعب المصري في قواته المسلحة، في كفاءة القوات المسلحة إطلاقا. كفاءة القوات المسلحة عالية ولكنها حريصة على أبناء الشعب المصري، ولم يكن يتوقع هذه الخسة والنزالة. الدليل على كده إيه؟ العسكري اللي واقف في النقطة اللي هي الكمين، وهو واقف لقى العربية دي جاية، عرضه بمنتهى الجدية فالتاني هدى السرعة. أما هدى السرعة فالخدمة افتكر إن هو من أبناء سينا، افتكر إن هو من لأنه التزم وهدى السرعة. وبعدين لما راح بقى علشان يتكلم معاه، يعني معنى كده إن شال إيده من على الزناد ورايح يتكلم معاه عشان يتأكد من ترخيصاته، فجأة راح داخل بعنف وكان هجوم انتحاري. وفي إطار الربكة الانتحارية دي طلع مجموعة أخرى بأسلحة يعني مضادة للمدرعات ونفذوا العملية الخسيسة بتاعتهم، اللي هي يعني زي الرئيس ما قال إن فيه عناصر أجنبية أو فيه عنصر أجنبي لا يبغي لمصر الاستقرار وعودة الأمن والأمان إليها وعودة الاستثمار، وحاسين إن مصر هتاخد مكانتها في إفريقيا وعلى مستوى المنطقة ودول العالم. وأبلغ دليل على ذلك المؤتمر اللي اتعمل، مؤتمر إعمار غزة، برغم محاولات العرقلة من بعض القوى الإقليمية في المنطقة إلا إن المؤتمر عقد وبنجاح وبتنفيذ كامل. إذن مصر هترجع بقى تاخد دورها في إفريقيا وتاخد دورها الإقليمي، فكان لابد من محاولة الإيحاء بأن مصر غير مستقرة، ولكن مصر إن شاء الله هيعود لها الاستقرار. وهتشوفوا بقى القوات المسلحة هي أعلنت دلوقتي الصقر للشهداء، وإن شاء الله هتسمعوا أخبار كويسة قريبا بإذن الله.